أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ورسائل جديدة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، صدق الله العظيم. هذه الدنيا مساحة من الخير والشر بقدر ما تقوم به من أعمال الخير والأعمال الصالحة. تتسع مساحات الخير في هذه الحياة وتنحسر وتضيق مساحات الشر. تعالوا بنا نتعرف على عمل الخير والأعمال الصالحة وثمار هذه الأعمال، كيف يجنيها الإنسان؟ وهل يجنيها في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط ولا في الاثنين مع بعض؟ خلوني أرحب بفضيل الشيخ محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، ونفتح معه هذا الحوار لنثاب على كل ما نعمله من الصالحات. شيخ محمد أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ حسن. يعني خليني في البداية وإحنا بنتكلم عن الأعمال الصالحة وأعمال الخير وإزاي الإنسان بيزرع في حياته ثمار لزرع لبذور خير عملها في حياته، هنا في الأول نقول يعني كيف يثاب الإنسان على عمله؟ أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وشفاء وتوفيقا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أولا أستاذ حسن، حضرتك في الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، وهنا حين يرى الإنسان ينظر إلى الآية وكأنه العمل الدنيوي الذي يقوم به، ولكن هنا عمل الخير. ويمكن حضرتك خدتني في حتة تانية خالص قبل أن نتكلم عن ثواب الأعمال الصالحة في الدنيا وفي الآخرة. شيء جميل سمعته من شيخنا عليه رحمة الله وسيدنا الشيخ الشعراوي، قال إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، ومن خلق شيئا أحبه، ومن أحب شيئا أعطاه ما يحب، فإذا أحب العبد الخير أعطاه الله له، وإذا مال إلى الشر كان هذا هو طريقه. يبقى خلينا نقول الجملة تاني لأن جملة مهمة جدا. ده الحكم من حكم سيدنا الشعراوي. يعني خواطر سيدنا الشيخ الشعراوي. هو قال إذا إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، ومن خلق شيئا أحبه، فكل ما يحبه هذا المخلوق ما خلقه الله، الله يعطيه له، فإذا أحب الخير أعطاه الخير، وإذا ملأ إلى الشر، شوف ما احنا يعني وإذا ملأ إلى الشر كان هذا هو الطريق الذي اختاره. فإحنا دايما إحنا اللي بيحب الخير أو عمل الخير دايما بتلاقيه سعيد بهذا العمل. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حين يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع، وعملوا إيه؟ الصالحات دي اللي هي أعمال الخير، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. طب هو مطلوب حسن العمل أو إتقان العمل في عمل الصالحات؟ في حاجة هنا برضه أسيادنا علموها لنا. إيه هي؟ الله يرضى عليك، سيدنا الإمام أبو حامد الغزالي قال اعمل الخير حتى ولو كان رياء، فإن الرياء يوصلك إلى الإخلاص. لأن من الأمور المهمة في الأعمال الصالحة أن يخلص الإنسان في عمله، فإذا ما فعله رياء فإن الرياء يوصله إلى الإخلاص. مرة في مرة في مرة خلاص هيتعود عليه وهيحبه. حضرتك هتصبح عنده عادة وحب لأن هو يعمل الخير ده، لأنه واحد هيقول طب أنا عملت كده وكان في نفسي كده أن يقول عني أن أنا عملت. اعمل المرة دي بعد كده هيحصل بعد كده إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى سيوفقك وسيجعل عملك خالصا لوجهه مرة في مرة. وبعدين حضرتك أما نيجي نشوف الأعمال الصالحة، ربنا سبحانه وتعالى يضع كل شيء طيب للإنسان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بنفس السورة سورة الكهف كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طيب بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله، كل الناس تحبهم، كل الناس تتقرب إليهم، تلاقي فيه ربنا وضع في وجوههم القبول، وضع في وجوههم نور حتى ولو كان أسود اللون. القبول لا يتوقف على شقارة الوجه
ولا على بياض الوجه ولا على زرق العينين، ولكن ولا على الجنس ولا على يعني اي شيء. صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، وبعدين وليس للرجال فقط، من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياه، الحياه دي بتنقسم لقسمين، حياه دنيويه وحياه اخرويه. فالحياه الدنيويه يعود الخير عليك، ده احنا حتى من عدل الله سبحانه وتعالى ان من فعل من غير المسلمين خيرا فان الخير يعود عليه في الحياه، وهذا من عدل الاله. يبقى احنا لابد ان احنا نبقى عارفين لما الانسان بيعمل عمل لابد ان ينال ثواب هذا العمل في الدنيا وفي الاخره. اتفضل. يعني قبل ان ننتقل الى نقاط مهمه حضرتك بتثيرها، عمل الصالحات او الاعمال الصالح هو قاصر على الصلاه والصوم والزكاه والحج بس؟ شوف، جميع اعمال الخير يعني الصلاه، يعني اقصد العبادات، هي فقط في العبادات، الصلاه والصيام والحج دي كلها فرائض. أيوة. فرائض الاسلام. أيوة. ده مفروض عليه، ده الاساس. لكن لكن الاعمال الصالحه هي ايه؟ ما هو عشان كده سيدنا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لما قال ايه، افضل إن وما تقرب الي عبد بشيء افضل مما افترضته علي، باحب الي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه. طيب، يبقى اذا انا ايه اللي هيجربني ربنا سبحانه وتعالى؟ الفريضه. الفريضه الفريضه هتجرب دي، الشيء اللي ربنا بيحب ان انا اديه. أيوة. الاساس ده، الاساس ده اللي ربنا يحب ان انا اديه. أيوة. الزكاه مثلا، الصلاه، طب النوافل بتاعتها فين؟ الزكاه، ايه نوافل الزكاه؟ الصدقات. خدت بال حضرتك؟ واحنا هنشوف الكلام ده حضرتك. طب الحج، ايه النوافل بتاع الحج؟ العمره. خدت والزياره. يبقى اذا هناك فروض وهناك نوافل، النوافل ديت هي التي تجعل حب الإله عند الخلق وعند الله. ومن تمام صحة العبادة صحة المعاملة، انعكاس العبادة في المعاملة. هل انعكاس العبادة في المعاملة، في معاملتنا في الحياة عشان تزيد مساحات الخير وأعمال الخير، تعظم من الثواب والأجر؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مرة تانية، ورجعنا للشيخ محمد رضا. الشيخ محمد رضا، وانت بتكلم عن الاعمال الصالحة والفرائض ومنطقة القرب ومنطقة الحب، انعكاس العبادة في المعاملة، الى اي مدى نقدر نتصور هذا الثواب؟ اولا الثواب لا يعرفه ولا يقدره الا من عرف قدر الثواب. علشان كده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تصدقا وأكثر الناس أعمالا للخير. ويمكن الشيء المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سائل، وكان النبي لا يجد معه شيء، فقال له اقترض وإني سأؤدي هذا الدين. فسيدنا عمر بيقول له يعني أنت لما يا رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار وقال له يا رسول الله افعل ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. فقال صلى الله عليه وسلم مبتسما مستبشرا، الله، هكذا أمرت. استحسن هذا القول، استحسن هذا القول. حتى حضرتك، وهنا يمكن بيحضرني شيء جميل جدا. سيدنا النبي دايما كان بيحب ان هو يقرب بين الناس، وعنده حب في ان هو يعود الناس على فعل الخير. الله. ذهب اليه رجل ذات يوم كان له حائط، وكان في هذا الحائط نخلة لرجل آخر. حائط يعني بستان. البيت، في البيت، في بيته. غير البستان. في منزله كان هناك نخلة. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أقيم بيتي، وهذه النخلة لابد وأن تكون في بيتي. فذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المنزل اتركها له بنخلة في الجنة. من الذي يسمع هذا؟ أبو الدحداح. فالرجل أبى، فأبو الدحداح عنده حائط بقى اللي حضرتك بتقصده، اللي هو البستان بقى. عنده حائط نخل 600 نخلة. أيوة. فقال للرجل أتبيع لي هذه النخلة بحائطي؟ وهم يعرفوا ما هو حائط أبو الدحداح بقى. يعني سبحان الله، يعني شيء مشهور 600 نخلة، شوف بيعملوا إيه وبيأكلوا إيه ودخلهم شكله إيه. فالرجل فرح، الرجل وأخذ البستان. فقال أبو الدحداح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد
بعت بستاني بهذه النخلة، بعت هذا البستان بالنخلة، فافعل بنخلة واحدة فافعل بها ما تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. طيب وبعدين؟ أنا مش حقف عند دي، إن سيدنا أبو الدحداح نخلة بس عشان هو سيدنا النبي قال أنها بنخلة في الجنة. لا مش عايز لا أريد أن أقف عند هذا الحد، ولكن أنتقل إلى الأسرة التي تؤثر إيجابا أو سلبا. أيوة. فذهب أبو الدحداح: يا أم الدحداح لا تذهبي إلى حائطنا. ليه؟ قال لها: لقد ابتعته بنخلة في الجنة. خلاص أنا اشتريته بنخلة في الجنة. بنخلة في الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه؟ الجنة. الجنة. شوف حضرتك ما صعبش عليه، 600 نخلة، 600 بنخلة في الجنة. فشوف حضرتك بقى الثواب شكله إيه. فالمدام بقى قالت: أنت خربت بيتنا؟ أنت ضيعتنا؟ هناكل ونشرب منين؟ احنا هنروح فين بعد كده؟ هو ده كلام؟ انت حصل لعقلك حاجة؟ انت مغيب؟ ما هو ده الكلام اللي بيحصل عندنا. لو حد فينا عمل الفعل ده، ده اللي هيجاب له على طول من الزوجة او من الاولاد او من الورثة. ولكنها قالت: ربح البيع أبا الدحداح. الله. هي رخرة كانت في شدة الفرح لانها ستستبدل هذا البستان بنخلة في الجنة. ما بالنا بمن يقوم بفعل الخير؟ هل من يقوم بزرع هذه النخيل أو بزرع هذا النخل هل لا يكون له مثل أبا الدحداح؟ طب نعملها يا أستاذ حسن مع بعض كده. تفضل يا سيدي. مش احنا في لقاءات سابقة قلنا ان كل نخلة من دي في عمرها بتجيب 25 نخلة، وكل 25 نخلة بتجيب 25 نخلة. لو ضربنا 25 في 25 يساوي كام؟ 625. ولا مش عارف يعني شوف العدد حيكون كام. يبقى انت هتعمل يعني كان اللي بيعمل نخلة يعني رايح لسيدنا أبو الدحداح. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين يأتي بماله كله وينفقه في سبيل الله، ماذا أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. يعني إذن كل واحد بيعمل. شوف الناس راحوا مئات الكيلومترات في الأتوبيسات دي، واللي فيهم ماسك عكاز واللي فيهم مسند علشان يفرحوا بأن هم يزرعوا لنفسهم نخلة. الناس تريد أن تتشبه بسيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه، وده حيكون وقف لهم مدى الحياة وبعد الممات إلى أن تقوم الساعة. الله. إلى أن يشاء الله. وأنا دايما أقول يا رب قيد لهذا الوقف من يحافظ عليه ومن يقوم على شؤونه. أيوة. حتى يؤدى الغرض الذي من أجله زرع هذا النخل وأقيم هذا الوقف، وأن يتمه على خير يا رب يا رب، وتشمله يد العناية والرعاية. إحنا بدون توفيق الله لا نسوي شيء طبعا. بدون رعاية الله لا نسوي مهما شيء مهما عملت. بدون عناية الله لا نسوي شيء. إحنا عايزين معية الله. وإحنا يمكن أنا دايما أذكر إن بعض المتبرعات أما بقول لها ده أنا خايف من العاصفة والرياح في اللي تقول لي ده بتاع ربنا، هو ربنا هيجيب الرياح تخلع اللي هو تعمل من أجله. الله. فإحنا دايما دايما كده عايزين نريد أن نستبشر، علشان كده كان أقرب الناس والدعاء يا شيخ محمد. نعم. أقرب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل الخير كان سيدنا أبو بكر، وبعد سيدنا أبو بكر مين؟ سيدنا عمر. بعد سيدنا عمر مين؟ سيدنا عثمان. بعد سيدنا عثمان مين؟ جدي سيدنا علي رضي الله عنه. طيب رضي الله عنهم أجمعين. كل ده بيعلمنا إن اللي كانوا عارفين الحقيقة أو القريبين من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس في الجود والكرم، لأنهم تحققوا بكده مع سيدنا النبي بالضبط. وكانوا يعلمون أن أفضل الأعمال الصالحة هو إيه؟ هو الإنفاق في سبيل الله. ده أفضل الأعمال الصالحة. علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخاء شجرة في الجنة تمتد فروعها في الدنيا، فمن تعلق بفرع منها قاده إلى الجنة. ده السخاء، ده الشجرة في الجنة. الشجرة في الحياة. في الحياة اللي يتعلق بفرع. أيوة. اللي هيعمل أي حاجة فيها سخاء اعملها كده لوجه الله، طلح كده لوجه الله. لذلك يا محمد بحب الدعاء
في دعاء كده، اللهم صب علينا الخير صبا وارزقنا السخاء. نعم. اللهم صب علينا الخير صبا وارزقنا السخاء. اللهم امين يا رب. اللهم صب علينا الخير صبا وارزقنا السخاء. فاذا سخوت امير الشعراء شوقي بخاطب سيدنا النبي، فاذا سخوت بلغت بالجود المدى. نعم. وفعلت ما لا تفعل الانواء. صلوا عليه وسلموا تسليما. فاصل ونعود الى حضراتكم. اهلا بحضراتكم. شيخ محمد، يمكن في سؤال كده بيطرأ على بال اللي بيعمل خير، يا ربي تقبل مني هذا العمل. طب ازاي؟ هل في علامات اني اعرف اني عملي تقبله ربي؟ اول هذه العلامات انه اخرج المال من جيبه وانفقه في سبيل الله. الخطوه الاولى دي اول خطوه. يعني يمكن سبحان الله نوفق، يعني يسر لك أو وفقك للخطوة الأولى دي، تحتاج إلى شكر. الله. دي تحتاج إلى شكر. الله. يبقى هو أصلا بمجرد أن أخرج المال وأصبح المال عنده ليس له قيمة إلا إذا أنفقه في سبيل الله، فدي أول خطوات القبول. دايما كده حضرتك، عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه قال ضع المال في جيبك ولا تضعه في قلبك. اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللي هي الدنيا كلها. علشان كده هتلاقي واحد غني جدا بس بخيل، واحد يتحايل عليه عشان يقترض منه ما يرضاش، يجي له سائل يقول الله يحنن عليك. ما فيش رقة في لكن واحد تاني تلاقيه على قد حاله وحاطط الفلوس دي، يجاب له واحد يمكن هو مبسوط احسن منه واغنى منه، لكن يقوم مطلع ومدي، يلاقي مثلا فيه وقف النخيل عايز يعمل لنفسه نخلة. ابص الاقي سبحان الله، انا عندي ناس كانوا يعني لا اعتقد ابدا انه، ولكن انا بقول دايما ايه، ده توفيق من ربنا. ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى أن يقوم بهذا الفعل، فكان هذا من علامات القبول. طيب إيه العلامات اللي الإنسان يراها في فعل هذا الخير؟ طب لما حد يشوف المشهد اللي قدامنا في الشيخ محمد والآلات شغالة والدنيا يعني ميسرة بهذا الشكل، وفي مراحل بعد كده ظهر فيها الامور اكتر من كده، يعني الخطوات الاولى لما تبقى ناجحه دي علامات. الحفر اللي كان بيعمل ده بيعمل حوض زي ده، حوض السمك. ايوه. حتى لحضرتك اللي هو بيحصل فيه تنقيط الميه بيطلع بعد كده حرف يو. ده حرف يو. حرف يو. ايوه. ده حوض السمك. واحنا دايما يعني ده توفيق ربنا. انا صراحه انا مش مصدق يعني، ولكن هو ده يعني ربنا سبحانه أراد. وإذا أراد الله فلا رد لقضاء لأمره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فشاء الله أن يكون هذا الوقف وأن يوفق هؤلاء المتبرعون إلى هذا الفعل. يعني أنا السعادة بتاعتي كمان بتكون إيه، واحد بيقول أنا عايز أعمل نخلة لأمي، أنا عايز أعمل نخلة لأبويا، عايز أعمل نخلة لأخويا، عايز أعمل لابني اللي مات نخلة، أنا عايز أعمل نخلة مش عارف لإيه، لأنه شاف إن ثواب هذه النخلة لا يتوقف على الخمس تلاف جنيه اللي هيدفعهم للنخلة، لا، ده هو عارف إن ثواب هذه النخلة هيكون في ولادة الولادة السنوية من هذه النخلة، سواء للفسيلة أو للتمر اللي هيطلع منها البلح المجدول اللي هو غالي السماء. شوف حضرتك ده يعني سبحان الله، ما أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إيه التوفيق ده؟ إيه علامات التوفيق دي؟ إيه إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا إن إحنا تأتي شركات متخصصة وعلماء متخصصين وتكنولوجيا على أعلى مستوى، وينبهر العلماء حتى بتوع أمريكا لما جوا في زيارة انبهروا بالنتيجة اللي هي أصبحت 100% للوقف اللي احنا عملناه، الزرع اللي احنا قمنا بيه يعني المرحله اللي وصلوا ليها، يعني في اطار مرحليه او نمو النخل، يعني النتائج 100% النتائج حلوه. لا مش حلوه. ايوه. انا ما ببرخش. ايوه. انا ما برغبش، وانا عايز اوصل مع حضرتك لواقعيه الاشياء. انا ما برغبش. ايوه. الناس اقسموا لي بالله، العلماء الدكاتره المتخصصين والخبراء اللي جم معانا اقسموا بالله ان النتيجه 100%، والدليل احنا شفناها. مش احنا حضرتك انت مشيت معانا في بين النخل طبعاً وشفت ان كل النخل اللي زرعناه جاب فسايل اللي المفروض يجيبها بعد سنه، بعد ست شهور جاب فسايل. طيب هو ده يعني دي عنايه الهيه، خدت حضرتك. ودايما انا دايما بحب ابشر كل اللي زرعوا نخل وبقول لهم مبروك عليكم، هنيئا لكم، وربنا سبحانه وتعالى يرعى هذا الوقف
برعايته وعنايته. أمين يا رب العالمين. يا رب، ومن أراد به شرا يا رب خذه قبل أن يفعل أي شيء. سلمنا منه. سلمنا منه. إحنا سبحان الله، إحنا دايما بنحب يعني أنت لا تتخيل أنا متعلق إزاي، ويمكن بقولها دايما أن الوقف ده هيكون خير، ومش على مصر بس، يا رب، على جميع المسلمين في، قلنا في أفريقيا الأول، وبعدين جميع دول العالم، يا رب. من يحتاج من المسلمين إن شاء الله، وغير المسلمين إن شاء الله سيكون هذا الوقف في خدمة الإنسانية، في خدمة البشرية، في خدمة كل محتاج، ووفق كل من أراد الخير دائما للناس. بالضبط بالضبط. ووفق يعني دائما أهل الخير حلوين لما يجتمعوا مع بعض. شوف، والخير رحم بين أهله. يا أستاذ حسن، هو في حد يفرق في عمل الخير لأي محتاج أيا كان المحتاج؟ أنا عايز أحط المحتاج ده مخلوق لله، اللي ربنا خلقه ده، أما أنت تكرمه تبقى بالكرم ده بتعمله عشان مين؟ يا سلام، ما هو ده بيرجع لك عند ربنا مردوده من عند ربنا كبير. هو شوف انت حضرتك، الرجل الذي كان على عهد سيدنا موسى وقال له يا موسى ادعو الله سبحانه وتعالى ان يمدني في العمر وان يجعل لي رزقا يغنيني بس مدة سنة، هو عايز مدة سنة واحدة حضرتك. فسيدنا موسى دعا ربنا، فالرجل ربنا غنى، الرجل عمل ايه؟ كان فتح باب اللي احنا بنقول عليها التكية او باب اطعام، الناس تدخل من الباب ده وتخرج من الباب ده، فالمهلة انتهت بتاعته، بتاع قدره، بتاع حياته. وبعدين الغنى امتد، خدت بالك؟ فسأل سيدنا موسى، فسيدنا موسى راح سأل ربنا، يا رب كانت فترة غنى هذا الرجل كذا، قال له يا موسى اعطيت لعبدي بابا ففتح ابوابا، فكيف يكون عبدي اكرم مني؟ يعني احنا قال يا ربنا سبحانه وتعالى الكريم، فانت كل ما تفتح باب من الخير الله ربنا يفتح ابواب. اوعى تفكر ان ال 5000 بتوع النخله دول هيكونوا يعني لا هيفجروك، هيضيعوا عليك يعني كلمه يعني لا ده هيغنوك. ايوه هيغنوك. ايوه هيغنوك ويفتحوا عليك من فضل الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده يمكن الدليل على كده يا استاذ حسن، ان اللي زرع معنا في المرحله الاولى زرع معنا في المرحله الثانيه، زرع معنا في المرحله الثالثه، زرع معنا في المرحله الرابعه، كل معظم المتبرعين هم كل مره يقول لك انا عايز ازرع في المرحله اللي جايه، انا عايز ازرع. مش احنا شفنا البنتين اللي هم من اسكندريه ربنا يبارك فيهم، كانوا زارعين 36 نخله، جم الاسبوع اللي فات اتبرعوا، رشا وحنان اتبرعوا بتسع نخلات، بقى لهم 45 نخله. اذن الرساله في نهايه هذه الحلقه في جمله، في جمله سريعه وبسيطه، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الأنبياء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سارعوا في فعل الخيرات تكن لكم في الجنات. بشكرك شكرا جزيلا فضيلة محمد رضا من علماء الأزهر الشريف، رسالة يعني سارعوا في فعل الخيرات، دائما هذه الأفعال يعني يجني الإنسان ثمرتها في الحياة وفي الجنات إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.